السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل بقية الفاكتورايز اللي احنا محتاجينه في دراستنا في الترم التاني. تاني نوع من انواع التراينوميال اللي هو التراينوميال الكومبليكس، اللي بيبقى فيه الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 اي نمبر خلاف ال 1، زي مثلا 2 زي في الاكزامبل الاولاني اهو 2، هنلاقي في الاكزامبل التاني هنلاقي 3. تعالى كده نحل مع بعض اول اكزامبل. ده تراينوميال ثلاثة ترم هم مترتبين اكس باور 2 اكس باور 1، ابسوليوت ترم يعني ما فيهوش اكس، مترتب تمام. في كومن يا ترى؟ اعتقد زي ما انتم شايفين الكوفيشنت عندي 2 و3 و1، اصغر نمبر 1، فطبعا شيء غير منطقي ان انا اخد 1 كومن يعني، لكن ما فيش كومن هنا. فهنبدا نشتغل بالطريقه، المفروض ان احنا في طريقه اللي هي طريقه المقص، بس في طلبه كتير ما بتستظرفهاش او بتعك فيها. فهنعمل طريقه جديده اللي هي هنعمل الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 هيروح نعمله مالتي بلاي اللاست تيرم، هيطلع الريزلت 2. جميل جدا. بعد كده هنفتح براكتين ال 2، هنكتب ال 2 في البراكت الاولاني وكذلك ال 2 في البراكت التاني. الاكس سكوير هتبقى اكس اكس. نبص على اللاست تيرم بوزيتيف، يبقى العلامات اللاست تيرم بوزيتيف، العلامات سيم از ذا ميدل، الميدل بوزيتيف يبقى العلامات متشابهه زي النص. بعد كده هنتعامل مع اللاست تيرم اللي هو ال 2، مش مالناش دعوه بال 1 بقى، اللاست تيرم الجديد اللي هو بعد المالتي بلاي ال 2. ال 2 كام في كام؟ الصم بتاعهم 3، هنلاقيها 2 في 1. اخر خطوه بقى هنبص على البراكت الاولاني، في كومن؟ اه في كومن. طب البراكت الثاني في كومن؟ لا مفيش كومن. البراكت الثاني ينزل زي ما هو، البراكت الاولاني هنعمله ديفايدد الكومن اللي موجود فيه، هيطلع الكومن طبعا واضح انه 2. بعد ما نعمل ديفايدد 2 للبراكت الاولاني هيبقى اكس بلس 1، ده البراكت الاولاني. الثاني ما فيهوش كومن، هينزل زي ما هو 2 اكس بلس 1. ده كده الطريقة البسيطة. تعال نشوف اكزامبل 2 هنعمل فيه ايه. برضو مترتب الحمد لله، هنلاقي جنبك ان مفيش كومن، ان احنا عندنا هنا 3 و7 و2 مفيش كومن. هنمسك ال 3 نروح نعملها تايمز اللاست تيرم، 3 تايمز اللاست تيرم تطلع 6. جميل جدا. هنقول ايكوال، هنفتح براكتين ال 3 هنكتبها في البراكت الاولاني وكذلك ال 3 في البراكت التاني. الاكس باور 2 هتبقى اكس اكس، الاخير بوزيتيف هتبقى العلامات سيم از ميدل، الميدل بتاعنا بوزيتيف، هيبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. ال 6 بقى حضرتك كام في كام مجموعهم؟ 7، هتبقى 6 تايمز 1. بعد كده بنلقي نظرة على الفيرست براكت، في كومن؟ اه في كومن، 3 هنعمله ديفايد 3. البراكت الثاني ما فيهوش كومن، يبقى هينزل زي ما هو. هنا 3x ديفايد 3 هتبقى اكس، 6 ديفايد 3 هتبقى 2، ونقفل البراكت. البراكت الثاني عشان ما فيهوش كومن هينزل زي ما هو 3x بلس 1. تعال نشوف الاكزامبل اللي جاي هنعمل فيه ايه. برضو التراينوميال مترتب زي الفل. طيب في كومن؟ مفيش كومن، اصغر نمبر 4 ومش هينفع الفور كومن ولا 2 كومن. خلاص هنمسك الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير اللي هو ال 5 ده، هنعمله تايمز ال 12، طلعت 60. جميل جدا. هنكتب هنا كده، نكتب 60 ثواني اهو. طبعا لما عملنا ال 5 تايمز 12 طلعت كام؟ 60. هنكتب فوق ال 12 60 علشان هي دي اللي هنتعامل معاها، النمبر الجديد اللي هنتعامل معاه. بعد كده هنقوم قايلين ايكوال، نفتح براكتين عادي خالص اهو. جميل جدا. ال 5 هتتكتب
في البراكتين 5 x سكوير هتبقى x x. ابص على اللاست تيرم الاقيه نيجاتيف، اللاست تيرم اهو زي ما انتم شايفين نيجاتيف. حلو، يبقى العلامات هتبقى مختلفه، الكبير زي النص والصغير بالانفرس. طب ال60 كام في كام الديفرنس؟ 4. 60 تبقى 10 تايم 6. طب مين الكبير؟ ال10 الكبير زي النص والصغير بالانفرس. اخر حاجه بنبص على الفيرست براكت، في كومن؟ في كومن 5 نعمله ديفايدد 5. السكند براكت في كومن؟ لا خلاص. 5x ديفايدد 5x بلس 10 ديفايدد 5 تبقى 2. ده كده الفيرست براكت، والسكند براكت هننزله زي ما هو. ده كده كان التراينوميال الكومبلكس. هنكمل مع بعض انواع الفاكتورايز. الفاكتورايز اللي جاي من اسهل الانواع، بيبقى مكون من تو تيرم. الفيرست له سكوير روت، يعني حضرتك شايفين اهو a باور 2 لها سكوير روت هتبقى a، والبي باور 2 لها سكوير روت هتبقى b، والعلامه ماينس. بنعمل براكتين وبنجيب السكوير روت بتاع ال a باور 2 هيبقى a، والبي باور 2 بي بي، مره بلس مره ماينس. تعالى كده نشوف اكزامبل الاولاني. طبعا دول تو تيرم لهم سكوير روت، الاكس باور 2 السكوير روت بتاعها اكس، وال25 السكوير روت بتاعها 5. هنفتح براكتين بمنتهى السهوله، الاكس سكوير هتبقى اكس وهنا اكس، ال25 هتبقى 5 مره بلس ومره ماينس. خلصنا الاكزامبل الاولاني. الاكزامبل الثاني عندك هنا تو تير، برضو الاولاني له سكوير روت، تعالى كده هنعمل ايه، والتاني له سكوير روت، هنعمل براكت وبراكت. سكوير روت الاولاني هيبقى اكس، اكس هيبقى 3y، 3y مرة بلس مرة ماينس. نفس القصة في الاكزامبل اللي جاي اهو، ال 1 اوفر 9 السكوير روت بتاعها هيبقى 1 اوفر 3، جميل جدا. وال a باور 2 هتبقى a برضو 1 اوفر 3 a. طب ال 1 اوفر 4 هتبقى 1 اوفر 2 السكوير روت بتاعها 1 اوفر 2 بلس ماينس. نفس القصة في الاكزامبل اللي جاي، بس هنا طبعا احنا قلنا في اول حاجه خالص لازم بيفور اني فاكتورايز ماست بي فايند اتش سي اف. لو بصينا هنا هنلاقي التو كومن، هناخد التو كومن ونفتح براكت واحد. المفروض ان الفيرست تيرم ده هنعمله اوفر 2، والسكند تيرم ده اوفر 2، هيفضل هنا اكس سكوير ماينس 18 اوفر 2 9. نبص على البراكت اللي طلع هنلاقي اكس باور 2 ماينس 9 ده ينفع يبقى ديفرنس بتوين تو سكويرز، الاكس لها سكوير روت، الاكس باور 2 تبقى اكس، وال9 تبقى 3 مره بلس مره ماينس. نبص هنا على الاكزامبل الاخير هنلاقي برضو في كومن، الكومن هنا هنلاقيه اكس. هنفتح براكت نمسك الفيرست تيرم نعمله ديفايدد اكس، والسكند تيرم ديفايدد اكس، هيفضل اكس باور 3 ديفايدد اكس تبقى اكس باور 2 ماينس 64x ديفايدد x هيفضل 64. هنلاقي البراكت ده له فاكتورايز، الاكس باور 2 لها سكوير روت، وال64 لها سكوير روت، تبقى اكس اكس 8 مره بلس مره ماينس. وده كان الديفرنس بتوين تو سكويرز. هنكمل مع بعض النوع الاخير من الفاكتورايز، بيبقى تو تيرم. بيبقى تو تيرم لهم كيوبيك روت زي الاكزامبل اللي قدامنا اهو، a باور 3 دي لها كيوبيك روت، والبي باور 3 لها كيوبيك روت. العلامه ممكن تبقى ماينس وممكن تبقى بلس، لكن في السكوير روت في الكيوبز في الديفرنس اوف تو سكويرز لازم يكون ماينس، لكن هنا ينفع سم، ينفع سم وينفع ديفرنس. جميل جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنفتح براكتين، نجيب كيوبيك روت الاولاني
وكيوبيك روت التاني، كيوبيك روت الاولاني اهو ايه، وكيوبيك روت التاني بي. ده السمول براكت. البيج براكت بنجيب الاولاني باور 2 سبيس بلس التاني باور 2، نعكس العلامه. العلامه طبعا العلامه في البراكت الاولاني بتبقى هي هي، جميل جدا. والعلامه في البراكت التاني في السبيس بنعكس العلامه، بنعكس العلامه. بنعكس العلامة. طب تعالى نكمل هنا، لو كانت بلس في البراكت هتبقى هنا كده ماينس. طيب جميل جدا، هنا كده ماينس. طيب تعالى نشوف اكزامبل اهو، عندي تو تيرم، الاولاني له كيوبك روت والتاني له كيوبك روت. بالراحة بقى كده عشان نحفظ الطريقة. هنجيب كيوبك روت الاولاني الاكس باور 3 هيبقى اكس، والعلامه هي زي ما هي. كيوبيك روت ال 27 هيبقى 3. في البراكت التاني بتبص على البراكت الاولاني، بتمسك اول ترم في البراكت الصغير، هتبقى اكس باور 2 سبيس بلس التاني باور 2، ال 3 باور 2 هتبقى 9. طب هنا بقى بنعكس العلامه، شايف العلامه هنا كانت بص نيجاتيف، تبقى 3 اكس. جميل جدا. طيب نشوف اكزامبل تاني مع بعض. هنا برضو هنلاقي في تو تيرم عندنا، الاولاني له كيوبيك روت والتاني له كيوبيك روت. هنقول ايكوال، نفتح سمول براكت، كيوبيك روت الاولاني 2x، العلامه زي ما هي هي بلس، كيوبيك روت التاني 5، نقفل البراكت الصغير، نفتح براكت كبير. هنمسك الترم الاولاني ده هنجيبه باور 2، هيبقى 4x باور 2 سبيس بلس، ودايما بلس التاني ده، التاني ده باور 2 هيبقى 25. في السبيس اللي احنا سبناه هنقوم عاملين مغيرين العلامه ونضرب الاول في التاني، 2x تايمز 5 هتبقى 10x. خلصت. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده، برضو تو تيرم لهم كيوبيك روت. هنقول ايكو، نفتح سمول براكت، كيوبيك روت ال 27 3 والاي باور 3 هتبقى ايه، الماينس زي ما هي، البي باور 3 بي. هنفتح بيج براكت، الاولاني باور 2 9a باور 2 سبيس بلس الثاني باور 2. جميل جدا. طب هنعكس العلامه في السبيس، الماينس هتبقى بلس، ونضرب الفيرست تايمز السكند. وبكده انتهت مراجعتنا على كل انواع الفاكتورايز اللي احنا محتاجينها السنه دي.